عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم كروشي ميلاليونا. اليوم جيتكم بدرس جديد. الفيديو هذا خدمته من قبل وما كانش واضح للأسف. نتمنى هذا الفيديو يكون أوضح من الفيديو اللي قبله. راح نخدم مريضات طبقات، نخدمهم بالتفصيل معكم. راح نخدم الوردة الكبيرة اللي هي عبارة عن 5 أسطر، وخدمت الريشة راح نشكل بهم صدر. الريشة الفيديو تاعها راح نخليكم الرابط في الوصف أسفل الفيديو اللي يحبوا يخدموها. راح نستخدم الكروشي 1 ملم كوتون بيرلي. نبدأ بغرزة البداية، نطلع ب6 سلاسل، ونغلق في أول سلسلة بغرزة منزلقة بهذا الشكل. نطلع ب4 سلاسل، 1 2 3 4، ونشكل عمود بلفة، ونزيد 2 سلاسل ونشكل عمود بلفة، نزيد 2 سلاسل، 1 2، نزيد عمود بلفة داخل الدائرة طبعا، 1 2 سلاسل، عمود بلفة حتى يتشكلوا لي 6 فراغات، 1 2 3 4، زيدوا عمود بلفة سلسلتين ونغلق 1 2 في الأعمدة الأولى اللي خدمتهم. في تاني سلسلة نغلق بغرزة منزلقة، شكلت لي 6 فراغات. نطلع بسلسلة واحدة ونبدأ نعمر الفراغ الأول بغرزة حشو، ونزيد عمود نصف عمود عفوا، ومن بعد عمود بلفة واحدة، ونزيد نصف عمود، ونزيد غرزة حشو، يعني غرزة حشو نصف عمود، عمود بلفة نصف عمود وغرزة حشو. زين نعمر الفراغ اللي بعده كل فراغات ونرجع لكم بنفس الطريقة. كملت وصلت للنهاية. راح نغلق بمنزلقة في هاد الفراغ، ان شاء الله يكون واضح. هنا راح يكون خلف اول عمل خدمناه. نطلع بسلسلة واحدة، نقلب العمل. الآن رايحة ندخل الكروشي في هاد العمود من الخلف، ونسحب الخيط. لاحظوا معي ان شاء الله يكون واضح، ونسحب الخيط بهذا الشكل من أسفل، نشكل غرزة حشو. نطلع ب4 سلاسل، يعني هذه القاعدة اللي راح نخدمو عليها، قاعدة خلفية نخدمو عليها السطر الثاني. زين ننتقل للعمود اللي الخلفي، وندخل ندخل الإبرة من الأسفل، ونسحب نشكل غرزة حشو، ونطلع ب4 سلاسل، وهكذا كمل بنفس الطريقة جماعة. لاحظوا معايا هذا العمود الثالث، دخل الإبرة من الخلف، نسحب نشكل غرزة حشو، نطلع ب4 سلاسل، وهكذا كمل بنفس الطريقة. كمل ونرجع لكم. كملت وصلت للنهاية. رايحة نغلق في أول عمل بدينا به، لاحظوا معايا إن شاء الله يكون واضح. وندخل الإبرة وندخل الكروشي هنا، نسحب نشكل غرزة منزلقة، نطلع بسلسلة واحدة، ونبدأ نعمر الفراغات هادو. نبدأ بأول فراغ، ندير غرزة حشو، نصف عمود، ونشكل 3 أعمدة بلفة، 1، راح نبدأ ندير الزيادة، 2 3، 3 أعمدة بلفة، نزيد عمود نصف عمود عفوا وغرزة حشو. نفس الشيء بالنسبة للفراغ اللي بعده، كل فراغات كمل ونرجع لكم. كملت، حنغلق في أول
عمل بدينا به لهذا السطر الثاني، ان شاء الله يكون واضح. لاحظوا معايا، ندخل الإبرة، نسحب، نشكل غرزة منزلقة، نطلع بسلسلة واحدة، نقلب العمل ونروح للخلف لهاد العمود. راح يتشكل لكم، راح يكون واضح كي تخدموا، راح يبان لكم. يعني ممكن هنا في الفيديو ما يبان لكمش، بصح كي تخدموا راح يبان لكم. تسحب الخيط، شكل غرزة حشو. نطلع الآن بست سلاسل، كل ما نطلعوا في الأسطر كل ما نديروا تزايد. ندير أنا 6 سلاسل ونروح هنا، لاحظوا معايا، رايح نسحبو خيط، الخيط الأول والخيط الأخير والخيط الأول من الورقتين هادو، إن شاء الله يكون واضح. هادو هو عبارة عن خيط من الورقة، نهاية الورقة الأولى وبداية الورقة الثانية. هنسحب الخيط بهذا الشكل، نشكل غرزة حشو ونطلع بطبيعة الحال بست سلاسل وكمل بنفس الطريقة. كملت، وصلت للنهاية، رايحة نغلق في أول عمل هنايا من الخلف. راح تكون عبارة عن فراغ، راح يكون واضح كي تخدمه. نطلع بسلسلة واحدة، نشكل في الفراغ غرزة حشو ونصف عمود. والآن رايحة نخدم 5 أعمدة بلفة. لاحظوا معايا التزايد خطوة بخطوة، ما راح نشتغلته إن شاء الله. كي نخلص ال5 أعمدة ندير عمود، نصف عمود عفوا، وغرزة حشو، يعني غرزة حشو نصف عمود، 5 أعمدة بلفة، نصف عمود وغرزة حشو. ننتقل للفراغ اللي بعده، نفس الشيء، نكمل كل الفراغات ونرجع لكم. كملت، هنغلق الآن هنايا، لاحظوا معايا إن شاء الله يكون واضح. وندخل الإبرة هنايا، نسحب، شكل غرزة منزلقة، نطلع بسلسلة واحدة، نقلب العمل نفس الخطوات، فقط التزايد يختلف. ندخل الإبرة في الخلف، في خلف هذا اللي هو عبارة عن عمود، شكل غرزة حشو. نطلع الآن بـ8 سلاسل يا جماعة، ونغلق لهنا إن شاء الله يكون واضح، اللي هو عبارة عن خيطين، خيط من نهاية الورقة الأولى وخيط من بداية الورقة الأولى، إن شاء الله يكون واضح. رايحة نسحب الخيط ونشكل غرزة حشو. لاحظوا معايا هما خيطين، خيط من الورقة الأولى وخيط من الورقة الثانية. نسحب الخيط ونشكل غرزة حشو، زين نطلع بـ8 سلاسل ونفس الشيء حتى للنهاية. لاحظوا معايا، راح نزيد نعاود، هاني حكمت خيط من الورقة الأولى من نهاية الورقة الأولى وخيط من بداية الورقة الثانية موالية التالية، يعني شكل غرزة حشو ونكمل بنفس الطريقة. كملت النهاية، رايحة نغلق في أول عمل هنايا. لاحظوا معايا، ها هو الفراغ راح يكون واضح، راح كي تخدموا ماشي كيما يظهر لكم في الكاميرا في الفيديو. لاحظوا معايا، ها هو الفراغ كبير. تسحبي الخيط بهذا الشكل وتشكلي غرزة حشو، غرزة منزلقة كما حبيتي، يعني لهنا ماهيش، مش بالضرورة تتبعي، يعني نفس الشيء. أنا نطلع بسلسلة واحدة ونعمل الفراغ الأول
نبدأ بغرزة حشو وعمود نصف عمود، والآن رايحة نخدم 7 أعمدة بلفة، يعني اللي قبله خدمت 5 حنزيد ب2، دائما نزيد ب2. أنا راح نخدم 7 أعمدة بلفة ونزيد نصف عمود وغرزة حشو، يعني في كل فراغ نخدم غرزة حشو نصف عمود 7 أعمدة بلفة ونصف عمود وغرزة حشو، وهكذا حتى نخلصه. ننتقل الفراغ اللي بعده نبدأ بغرزة حشو وهكذا، كمل ونرجع لكم. كملت، حنغلق في أول عمل كما تعودنا هنايا، نسحب شكل غرزة منزلقة، نطلع بسلسلة واحدة ونقلب العمل. الآن ندخل خلف هذا العمود شكل غرزة حشو، نطلع ب10 سلاسل ونغلق هنايا كما تعودنا نفس الطريقة. هذا السطر يا جماعة عبارة عن الريشات الأخيرة للوردة، هيكون مختلف فقط في غرزة البيكو. نكمل ونرجع لكم. كملت، راح نغلق في أول عمل بغرزة منزلقة، لاحظوا معايا وين كندخل الخيط، غرزة منزلقة وغرزة حشو يعني كيف كيف. حنعاود نخدم غرزة منزلقة لهنا أفضل، نطلع بسلسلة واحدة. أنا رايحة يختلف، أول فراغ نبدأ ونخدمه غرزة حشو نصف عمود، ونخدم هادو اسمه السطر الأخير. نبدأ زين، نكمل نخدم 5 أعمدة بلفة، يعني بديت غرزة حشو نصف عمود وخمسة أعمدة بلفة، لكن الآن وش تختلف؟ الأعمدة رايحة كي تسحبي الآن هكا زيدي تسحبي مليح باه الريشة اسمها الورقة هذه تخرج زي الريشة. لاحظي معايا كيف نسحب الخيط، لاحظي معايا كيف جات زي الريشة. نطلع بثلاث سلاسل نشكل غرزة البيكو، ندخل هنايا نسحب الخيط في التنين هادو الخيوط عفوا، نشكل غرزة حشو، هذه هي غرزة البيكو. نزيد نخدم 5 أعمدة بلفة عفوا، نعيد نخدم 5 أعمدة بلفة. لاحظوا معايا ديما نسحب الخيط في هذا السطر الأخير، ديما نسحب الخيط أكتر باه تجي زي الريشة. ونزيد نخدم، كي نخدم 5 أعمدة نخدم نصف عمود وغرزة حشو، وننتقل للفراغ اللي بعده نفس الشيء، كمل بنفس الطريقة حتى للنهاية. كملت وصلت للنهاية، نغلق بغرزة منزلقة بهذا الشكل، نطلع بسلسلة نغلق ونقطع الخيط، نخفي الخيط إلى الخلف طبيعة الحال. هذا الشكل نسحب الخيط ونحرق الخيط بالبريكة بالنار بهذا الشكل، نضغط عليها بما تخرج. والآن نحكم هذا السطر الأخير نفتحه على بعضه في المنتصف، نفتحه هكا بهذا الشكل، نحكم كل وحدة نفتحها بهذا الشكل، راح تتفتح الوردة أكثر راح تاخذ شكلها يكون أجمل. ها
بهذا الشكل. لاحظوا معي جد جميل. انا خدمت هذا 5 اسطر، كاين حتى اللي 6 اسطر. هذه فيها 5 اسطر يا جماعة، والاحجام يرجع لكم. انا به شكل الصدر اللي هو في البداية كما هذه الوردة اللي تجي في المنتصف هي الأكبر، اللي فيها 6 أسطر، 3 4 5 6. السادس خدمته بنفس الطريقة تاع الوردة، لكن هذا درت فيه زيادة من 7 وليت ندير فيه 9 أعمدة، وهذا الأخير درت فيه 6 أعمدة منه وست أعمدة منه، يعني 12 أعمدة بلفة، لكن نصف عمود وغرزة حشو ما يثبتلوش هما. هذه أصغر وردة فيها 3 أسطر، والسطر الأخير يعني السطر الأول والثاني نفس الشيء اللي خدمته في الوردة، لكن السطر الثالث خدمت فيه غرزة حشو ونصف عمود وثلاث أعمدة بلفة، وزدت غرزة البيكو 3 أعمدة بلفة ونصف عمود وغرزة حشو. هذا فيه الوردة هذه فيها 4 أسطر، والأخير درت 8 أعمدة بلفة، يعني 4 4 وغرزة البيكو 4. بطبيعة الحال غرزة الحشو والنصف عمود ما يتبدلوش خلاص، أنا نهضر على الأعمدة، على عدد الأعمدة، أعمدة بلفة. إن شاء الله يكون الشرح واضح يا جماعة. ما تنساوش دعمي يا أحبابي بالاشتراك، اللي جديدة معنا تشترك وتفعل الجرس، وجامل الفيديو يا أحبابي، راني عاودته لكم من الأول ما كانش واضح وعاودته لكم، وإن شاء الله نتمنى يكون واضح هاد الخطرة. وصحة فطوركم، وتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.